بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي الكرام، السلام الله عليكم. اليوم سوف نرى صعوبة جديدة من الصعوبات القرائية في اللغة الفرنسية. اليوم سوف نرى صوت الجيم والأحرف التي تنطق بالجيم. Les jumeaux sont au gymnase. Les jumeaux sont au gymnase. J'ai acheté une voiture rouge. عيد القراءة. Les jumeaux sont au gymnase. Les jumeaux توأم sont يوجدون في جيمناز قاعة الجيمباز. J'ai acheté اشتريت une voiture سيارة rouge حمراء. لنلاحظ جميعا هذه الكلمات. Les jumeaux gymnase. J'ai rouge. D'accord, il y a chariha okra. Et un jumeau gymnase. J'ai rouge. Ma هو الصوت المشترك الذي نسمعه هنا. الصوت المشترك هو صوت الجيم. Jumeau. Gymnase. J'ai rouge. Et dans le marque, la durée fait sort le gym. Et dans le marque, jumeau. Je fais le marque, la oual. Gymnase. Gymnase. Et dans le marque, le gym, je fais le marque, la oual. J'ai. Et dans le marque, la oual. Min marque, la oual. إذن روج إذن المقطع الأول رو المقطع الثاني ج إذن صوت الجيم يوجد في المقطع الثاني. إذن أحباء الكرام، قبل أن أتابع لا بأس أن أذكركم باشتراك في قناتي، وخاصة للمشاهدين الجدد. كما أذكركم بأنني سوف أضع رابط للدرسين الماضيين أسفل هذا الفيديو لمن لم يشاهدهم. لا تنسوا تفعيل الجرس والضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. إذن نعود إلى درسنا. بالنسبة لكلمة جي وجيمو، نلاحظ أنهما يتكونان من حرف الجيم. جي جي لديه نقطة في الأعلى جي. أما كلمتين أخرين روج وجيمناز، فصوت الجيم هنا يكتب على شكل حرف جي جي. لكن متى ينطق حرف جي بصوت الجيم؟ أما بالنسبة لحرف جي فإنه دائما ينطق بصوت الجيم، عكس جي الذي لديه شروط. لكن ما هي هذه الشروط؟ هذه الشروط سنراها في الشريحة الموالية. إذن لدينا صوت الجيم يكتب يا إما جي أو جي، لكن المشكل متى ينطق جي بالجيم. إذن الحرف جي ينطق بالجيم إذا كان أمامه مباشرة حرف إي و أو و إيغريك. La lettre G, on la prononce comme le son G s'il est suivi directement par I ou bien E ou bien Y. Et donc, on tape J, je, J. Bnisbatili Y, on tape comme la I, J, J. Et donc, le dena G, au lieu de dire que c'est un fakat. يجب أن تكون هذه الحروف مباشرة أمام حرف
جي. يمكن أن تكون كذلك حروف مركبة مثل يان جان جان، يتغير النطق، ولكن كما تلاحظون أن جي متبوع بإي هنا، جي متبوع بإي، جي متبوع بإو، جي متبوع بإو، جي متبوع بإو. هناك قاعدة أخرى، أننا إذا سمعنا مثلا مثل هذه الكتابة جا، فيجب أن نكتب بينهما أو لكي ينطق بالجيم، جا جو. أما إذا أزلنا حرف أو هنا سوف ينطق جا أو جو. إذن أعيد القراءة، جي جو جي جي جا جو جيان جان جان جو جي. أما حرف جي فينطق هكذا في المقاطع، جا إذا أضفنا إليه أ، إذا أضفنا إليه إي ينطق جي، إذا كان أمامه أو و إي ينطق جوا، جي جو جي جو جو جو. الآن حبا الكرام تقل إلى بعض نماذج الكلمات التي تتضمن صوت الجيم. جو جو يعني يلعب، جور جور النهار، بونجور بونجور صباح الخير، جوي جوي لعبة، بي جو بي جو والحلي، جورنال جورنال الجريدة، أجوت أجوت أضافة، جوب جوب هي التنورة، جو جو العصير، جو لعبة، جو جودي الخميس، دي جو ني الغذاء، جاردان جاردان الحديقة، بي جا ما بي جا ما المنامة، جولي جميل، جون أصفر، برو جي برو جي ومشروع، جوتي جوتي رما، جون شاب، جانفيي جانفيي وشهر يناير، جومو جومو والتوأم. انتقل الى كلمات اخرى تتضمن لا لتر جي حرف جي وينطق بالجيم، التذكير فقط، فلا لتر جي يمكن كذلك ان تنطق بصوت ج. جيراف جي غاف يا الزرافة، جيفل جيفل يعني صفعة في الوجه، جيلي جيلي، ماجي ماجي وسحر، غيجيم غيجيم يا الحمية، غوجي غوجي احمرة، بوجي بو جي شمعة، أورانج أورانج برتقالة، مانج مانج يأكل، شانج شانج يغير، ميلانج ميلانج يخلط، غانج رتب يرتب، سنج سنج هو القرد، آج هو السن أو العمر، كاج كاج هو القفص، أوغاج أوغاج العاصفة، إيماج
image, sura, fromage, fromage, jubn, village, karia, village, rouge, ahmar, rouge, rougeole, rougeole. وداء الحصبة مانجوار مانجوار تقوم على تلاحظين هنا لدينا أ متوع ب أو لكي يندق الحرف جي ب جي لابد أن نضيف إليه أو مانجوار مانجوار نفس الشيء هنا بي جان بي جان والحمام أ هنا ميت وصامت ولا ينطق بي جون شانجا غير شانجا ديريجا اورجان اورجان عاجل جندارم تراكي جنتي جنتي ظريف جيمناز جيمناز يقعد جيمباز جيمناستيك هي رياضة الجيمباز. في الأخير أحبائي الكرام لا بأس أن أذكركم بالاشتراك في قناتي وأعمل كذلك دعمي بلايكاتكم ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.